المغرب فقد أمس عالم من أعلامه الثقافية والفنية الكبيرة. أستاذة أمينة رشيد رحمة الله عليها كان لها دورها في رفع إشعاع الثقافة المغربية، في تعزيز وترسيخ القيم الثقافية والقيم الوطنية، وفي بناء الشخصية المغربية المعاصرة بعطاءاتها الإبداعية إذاعيا مسرحيا سينمائيا تلفزيونيا. نسأل الله عز وجل لها الرحمة والمغفرة والجنة بإذن الله، ولأهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كان أعتقد كان جميع المغاربة اللي تأثروا كثير، وهذا أقل ما يمكن نقوله في الفنانة أمينة رشيد. الحقيقة أمينة رشيد لم تموت، لتوفات هي الحاجة جميلة وفاها الله برحمته، والاسم ديال أمينة رشيد اللي كان هو الاسم ديال الشهرة ديالها كان غادي يبقى في قلوب جميع المغاربة كبارا وصغارا، والدليل هو هذا الجنازة الحشد الكبير. الله يرحمها ويوسع عليها والله يصبر العائلة ديالها، وليداتها سي جمال وسي كريم والأسرة ديالها كاملة. الحي الحي.